السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذا المساء مع حصة منبر الأحرار. يصادف هذا اليوم الأربعاء إذن 10 ديسمبر ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. بهذه المناسبة سنحاول خلال سويعة من زمن حصتنا لهذا المساء أن نغطي الوضع الحقوقي في الجزائر بعيون فاعلين في المجتمع المدني وناشطين في الميدان من سياسيين وجمعويين ونقابيين وحقوقيين. بالتأكيد هذه الأمسية نسعد باستضافة الأستاذ حسين جيدل الأنثروبولوجي والمحلل السياسي، كما يمثل أيضا السي حسين جيدل هذا المساء المرصد الوطني لحقوق الإنسان باعتبار أنك المرصد الجزائري عفوا لحقوق الإنسان باعتبارك عضو المكتب مكتب هذه المنظمة. كما ستنضم إلينا أيضا لاحقة السيدة إيمان بن يونس المسؤولة القانونية لدى منظمة الكرامة لحقوق الإنسان والمكلفة بمتابعة القضايا الحقوقية في شمال إفريقيا. نسعد أيضا باستضافة السيدة أم أمين وهي والدة مختطف، ستحدثنا عن ملف ثقيل وهو ملف المختطفين في الجزائر. للإشارة نظمت هذا الصباح التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين وقفة سلمية بقسنطينة تحت شعار الحقيقة والعدالة هما السبيل الوحيد لطي ملف المختطفين. وفي الأخير وليس آخرا، لفتة إلى المعاش النقابي كحق من الحقوق المفروض أنها مكفولة للعمال في المواثيق والمعاهدات الدولية والمحلية. سيحدثنا عن هذا المعاش السيد مراد شيكو عضو النقابة المستقلة لمستخدمي الوظيفة العمومي سناباب، وهو أيضا عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. مشاهدينا الكرام، نعود للنقاش بعد هذا الفاصل. قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، ندعوكم إلى متابعة هذا الروبورتاج الذي يعلق على جوانب من واقع حقوق الإنسان في الجزائر. أعده لنا زميلنا كريم مقدادي، تابعوا معنا. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. تحل اليوم الذكرى 66 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر سنة 1948، وهو الإعلان الذي يفتح النقاش من جديد حول مدى التزام الجزائر بضمان الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان وتعزيزها. بيد أن منظمات غير حكومية عديدة تشكك في مدى التزام الجزائر بالمبادئ التي احتواها هذا الإعلان، خاصة من قبل أجهزة الأمن والقضاء والإعلام التي تبقى حكرا على السلطة في ظل معاداة واقعية لهذه المبادئ وملاحقة للمدافعين عنها. تشدد الأمم المتحدة في إعلانها العالمي لحقوق الإنسان على دولة الحق والقانون، لكن في الجزائر مثلا لا مانع من نهب ممتلكات خاصة من محلات تجارية حتى إن صدر الفعل من أفراد شرطة بصور موثقة، لكن لا مانع أيضا أن يعاقب مصور الحادثة بالسجن وهو الذي أراد إرساء كلمة الحق في دولة القانون. يشدد الإعلان أيضا على إجراء انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين مع ضمان حرية التصويت، لكن وعكس ذلك تثبت الحملة القمعية التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر وطالت كثيرا من معارضي العهدة الرابعة، تثبت تزايد القيود التي تفرض على حرية التعبير والحق في الانتقاد والاحتجاج والتعبير عن المظالم الاجتماعية والمطالب السياسية، على الأقل حسب اعتقاد منظمة العفو الدولية. يؤكد الإعلان أيضا على حق العمل لكل شخص والحماية من البطالة وحق المأكل والملبس والسكن والصحة، لكن غالبا ما تجابه هذه المطالب المشروعة بحملة قمعية، قمع يصل حد الاعتداء على محتجين سلميين واعتقال آخرين وإحالة البعض للقضاء. الحق في مستوى معيشة يضمن الصحة والرفاهية مكفول أيضا حسب الإعلان العالمي، لكن أرقام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضحد ذلك. 24% من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر،
غياب توزيع عادل للثروات وتفاقم اقتصاد الريع والفساد. وعن حقوق الطفل حدث ولا حرج، عن ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال منذ عدة سنوات علاوة على انتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال. كذلك يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم على أن تنظر قضياته محكمة مستقلة محايدة لإنصافه الفعلي، لكن البعض يشك في قدرة القضاء على توفير محاكمة نزيهة عادلة. قضية المجاهدين والقضاة المزيفين التي يناضل من أجلها بن يوسف ملوك منذ أكثر من عقدين لشاهد على ذلك بكل ما تحمله وتحمله من مضايقات وملاحقات. يكفل الإعلان العالمي أيضا حق إنشاء النقابات والانضمام إليها، لكن النقابات المستقلة في الجزائر تعاني التضييق والتهميش في ظل اعتقالات تعسفية في الوقفات الاحتجاجية وإحالة مناضليها للقضاء بتهم منفقة واستنساخ قيادات نقابية موالية للسلطة لسحب الغطاء القانوني من النقابات المستقلة، إضافة إلى حملات التشويش عليها حسب اتهامات نقابيين مستقلين. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشدد أيضا على حق تأسيس الجمعيات وحرية الاشتراك فيها، لكن في الجزائر وبعد سن قانون جديد للجمعيات أصبح تكوين جمعيات يشترط موافقة الإدارة، مما يخضع إنشاء الجمعيات لحسابات شخصية ويهدد بحظر الجمعيات المعارضة. الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطلين مثلا لم تحصل على الاعتماد بسبب عراقيل تفرض على منظمات المجتمع المدني. التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين في الجزائر، وهي منظمة غير حكومية تعنى بملف الاختفاء القسري، تقول إن ملفها ما زال يزعج المسؤولين مع وجود عشرات الآلاف من حالات الاختطاف القسري التي لم يتم الكشف عن مصيرها، وفي غياب أي تعاون مع الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، وفي ظل إفلات المسؤولين عن اختفائهم من العقاب حسب منظمة أمنيستي. وبالرغم من كل هذه التناقضات بين مضمون وثيقة الأمم المتحدة وواقع حقوق الإنسان في الجزائر، إلا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها لم تجد مانعاً في تتويج الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بجائزة حقوق الإنسان لعام 2013. ويبقى القول أن الدولة التي تنبني على السطو على إرادة الشعوب والجثم على صدورهم وعدالة توظف لخدمة هذه السلطة، في ظل هذا النوع من الحكم لا يبقى أي معنى للحقوق أيا كانت، ما لم تعد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أي سيادة الشعب وخياره الحر في ظل دولة القانون. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كان هذا إذن الروبورتاج الذي وصف حقيقة الوضع الحقوقي المعاش في الجزائر. سي حسين جدا تابعت التقرير، التقرير أثار عدة ملفات، عدة محاور. هل كان قاسي شوي على النظام؟ أنا لا أظن أنه كان قاسيا، بل بالعكس كان أقل قسوة مما ورد في منظمات حقوقية دولية. لماذا؟ لأن نحن عندما يتكلم حقوقيون جزائريون ننعتهم بالعمالة وبالخيانة وبمجانبة الحقيقة، بينما هؤلاء منظمات حقوقية لا تتوانى في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في أي دولة كانت، وسنأتي على أمثلة. نعم. وسنأتي على أمثلة. فإذا كان هذا التقرير هو يعكس الحقيقة المرة، وربما هناك قضايا لم يكن لصاحب التقرير وقت كاف للحديث عنها، سنأتي عنها عليها أيضا. حقوق الإنسان في الجزائر لم تتحسن إطلاقا، ما عدا حقوق أن تأخذ سيارتك وتأخذ طريق السيار، أو ما عدا حق الانتخاب كما يقول. نعم. كما يقول البعض. نعم. الأخوة التقنية يقولوا أن الصوت عندك ليس جيد، الصوت جيد الآن عند حسين؟ نعم، آسف، نعتذر مشاهدينا الكرام، يبدو أنه في خلل في الصوت عند ضيفي هنا في الاستوديو. نعود لك سي حسين، ولكن قبل ذلك نود أن أسمع
رأي السيدة إيمان بن يونس عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان التي تنضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب. لا أدري إن الإخوة تمكنوا من ربط الاتصال. سيدة بن يونس تسمعيننا؟ نعم تسمعيننا سيدتي؟ نعم أسمع. جيد سيدتي، المتابع لمواقف النظام وخطب داخل الهيئات الحقوقية الدولية يجد أنها جد إيجابية. لا شك أنتم على مستوى الكرامة تلتقون أو تشاهدون أو تستمعون إلى تصريحات المسؤولين الجزائريين داخل الهيئات الدولية، أهمها إذن الأمم المتحدة. ماذا عن السلوك الفعلي للنظام الجزائري على أرض الواقع؟ يعني أنتم على مستوى الكرامة كيف تنظرون إلى واقع حقوق الإنسان في الجزائر، على الأقل من منطق احتكاككم الميداني مع واقع معاش الناشطين الحقوقيين والسياسيين وباقي أطياف المجتمع المدني؟ أولاً يعني كما قلت، أساس عمل الكرامة هو العمل الحقوقي، وذلك خصوصا بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. أولا يعني المشكلة التي تواجه الكرامة في عملها على حقوق الإنسان في الجزائر هو عدم تفاعل السلطات مع آليات الأمم المتحدة، رغم أنها يعني حاليا عضو في مجلس حقوق الإنسان. مسألة حقوق الإنسان في الجزائر تتعلق يعني بانتهاكات عديدة، أذكر منها قمع بعض الحريات والحقوق الأساسية كحرية التظاهر السلمي التي منعت منذ عام 2001 يعني بعد صدور المرسوم الرئاسي الذي منع التظاهر في العاصمة الجزائرية. نجد أيضا في الجزائر مضايقات شبه دائمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يتعرضون يعني لمضايقات في وظائفهم أو أعمالهم اليومية. أذكر على سبيل المثال حالة السيد عبد الله بن نعوم، هو أحد مؤسسين جبهة رفض الذي تعرض لعدة مضايقات ومتابعات قضائية بسبب نشاطه السياسي وفضحه لانتهاكات حقوق الإنسان. يعني هو مؤخرا قد حكم لثلاثة أشهر سجن موقوف التنفيذ بعد نشر فيديو يفضح فيه ممارسات مدير جامعة غليزان الذي قرر إقصاءه من دراسته يعني بسبب نشاطه السياسي، والذي أيضا اعتدى عليه جسديا حينما طلبه السيد عبد الله بالتراجع عن ذلك القرار. يعني يمكننا ذكر الكثير من الانتهاكات الأخرى. أذكر يعني أخيرا يعني من الحقوق الأساسية التي تنتهك من قبل السلطات الجزائرية حق أسر الضحايا، ضحايا الاختفاء القسري بالتسعينيات في الانتصاف الفعال. يعني هذا الأمر يشكل عائق جاد في تحقيق العدالة الانتقالية وضمان الحقوق والحريات الأساسية التي تعهدت الجزائر ضمانها لمواطنيها. سيدتي، كثيرا ما هذا النظام، يعني بالطبع كل هذه الحالات التي أنتم تشتغلون عليها على مستوى الكرامة والتي نغطيها على الأقل فيما يخص الشأن الجزائري في قناة العصر، كثيرا يعني في الجهة المقابلة كثيرا ما يقلل النظام في خطابه الرسمي من أهمية هذه التقارير التي ترفعونها. يعني ما هو، أنا أريد أن أستفيد من وجودك معنا هذا المساء باعتبارك ممثلة عن منظمة فاعلة في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي ككل وخاصة في الجزائر، من وجهة نظرك سيدة إيمان ما هو وقع هذه التقارير؟ في بعض الأحيان إدانات، أخيرا تحدثنا على 4 إدانات تمكنت الكرامة من افتكاكها فيما يخص الانتهاكات حالات الاختطاف القسري الذي تعرض لها جزائريون. ما هو وقع هذه التقارير أو هذه الإدانات على النظام الجزائري؟ يعني بغض النظر عن القيمة الأخلاقية أو الحجة القانونية والأخلاقية التي تقيمونها على النظام الجزائري بكشفكم لهذه الحقائق ورفعكم لمثل هذه التقارير، على المستوى الفعلي الملموس ما هو وقع مثل هذا العمل على النظام الجزائري؟
نعم، أولا يعني أود الإشارة إلى أن الجزائر قد صادقت على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتزمت باحترام جميع الحقوق المضمونة في تلك المعاهدات، لكن للأسف الجزائر تنتهك العديد من الحقوق الواردة في تلك المعاهدات ولا تطبق أخرى بشكل فعال. مثلا يعني القضاء الجزائري عاجز عن مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في الجزائر خصوصا في العشرية السوداء. الدليل أنه لم يقدم أحد للمحاكمة، وأن المسؤولين عن الجرائم، جرائم الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء خلال العشرية السوداء في التسعينيات، يتمتعون يعني بحصانة تامة في إطار قانون المصالحة الوطنية، وهذا القانون طبعا يمنع متابعتهم ومقاضاتهم. أذكر أيضا يعني فقط تحديد أن الجزائر اعترفت بحق مواطنيها للجوء إلى هيئات الأمم المتحدة كلجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان، بعد أن عجز القضاء الجزائري أن ينصفهم. يعني في هذه الحالات يحق للمواطنين أن يرفعوا شكاوي فردية لهيئات الأمم المتحدة لمطالبتهم بالفصل في قضاياهم. يعني في هذا الإطار عدة ضحايا يلجؤون إلى الكرامة لرفع قضاياهم إلى الأمم المتحدة بعد أن حاولوا دون جدوى القيام بذلك أمام السلطات الجزائرية. لكن سيدة إيمان، حتى فعلا أوصل، لأنه وقتنا فعلا ضيق حتى أصل إلى لب الموضوع. سيدة إيمان، هل هذه التقارير وهذا العمل الجبار الذي تقومون به على مستوى الكرامة، هل له وقع؟ هل فعلا النظام الجزائري لما ترفع في حقه تقرير للأمم المتحدة قد يغير شيء على مستوى الواقع، بغض النظر عن القيمة الأخلاقية والقانونية التي أنتم بصددها؟ يعني كما ذكرت، هذه الهيئات الأممية قد أصدرت مؤخرا عدة قرارات تدين الجزائر للانتهاكات المرتكبة من قبل موظفيها. مثلا مؤخرا أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 5 قرارات بخصوص الجزائر، بخصوص حالات اختفاء قسري أو قتل خارج نطاق القضاء ارتكبت في التسعينيات. أذكر مثلا حالة السيد طاهر وبشير بورفيس أو الأخضر بوزنيا، وأيضا حالة إعدام الأخوين فدسي. لكن وقبل هذه القرارات الأممية صدرت عدة قرارات أخرى ولم تجد أي يعني لم يعني الضحايا إلى الآن لا يجدون إنصاف من قبل السلطات الجزائرية. يعني في هذه القضايا وغيرها من حالات الانتهاكات، يعني لم يقم القضاء الجزائري بأخذ بعين الاعتبار يعني المطالبات المواطنين، ولا حتى مطالبة لجنات أشكرك حقوق الإنسان. أشكرك أشكرك شكرا جزيلا سيدة إيمان بن يونس، إذا عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، على هذه المداخلة. كنت معنا إذا عبر خدمة السكايب، أشكرك شكرا جزيلا. سي حسين جيدل، أرجع لك، أتمنى أن نعم يكون الميكرو تاعك مليح. إذا حينما سي حسين جيدل نراجع، أنا منذ قليل تحضيرا للحصة قبل دخول إذا الاستوديو، حين تراجع الصحافة وتطلع إذا على تقارير منظمات المجتمع المدني تجدها أنها تقاسم إلى حد كبير جدا الكلام الذي كانت تقوله سيدة بن يونس في منظمة الكرامة. تجد أن هذه التقارير أو منظمات أخرى تقاسم نفس المواقف حيال وضع حقوق الإنسان في الجزائر. خليني هنا فعلا أستفيض وأسرد لك في هذا المقام ما جاء في تقارير، مثل مثلا تقرير منظمة أمنيستي انترناشونال أو منظمة العفو الدولية، الذي ينتقد قيام السلطات الجزائرية بتعطيل أو منع اعتماد المنظمات المدنية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا منع خبرائها من دخول البلاد. المنظمة نفسها أعلنت أنه بعد 31 سنة من التوقيع على إذن معاهدات الدولية لمناهضة التعذيب، ما زالت الجزائر إذن ترفض التوقيع على البروتوكول
الإضافي المتعلق بوضع آلية لمراقبة التعذيب، وترفض أيضا إنشاء الآلية التي تنص عليها المعاهدة. تضيف أيضا المنظمة على لسان مديرتها في الجزائر السيدة حسينة وصديق أن المنظمة إن لم تسجل حالات تعذيب في الجزائر ليس لأنها غير موجودة، ليس لأن هذه الحالات غير موجودة، لكن لأن السلطات الجزائرية لا تمكن أحد من أي فرصة لمراقبة حالات كهذه. في نفس السياق، سياق المتعلق بالتعذيب وهو بالمناسبة أفظع أشكال الانتهاك، انتهاك حقوق الإنسان، تقرير لمجلس هذه المرة تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي يكشف أو يفضح قيام أجهزة استخباراتية أمريكية CIA بتعذيب جزائريين وفي الأراضي الجزائرية بمعية DRS أو أجهزة الاستخبارات الجزائرية برئاسة الجنرال التوفيق. في مقابل هذا الكلام، النظام الجزائري سي حسين يصف هذه التهم بالخيانة، يصفها بالعمالة. كل هذه التقارير والمنظمات التي ترفعها هي منظمات بالنسبة له منظمات عميلة، منظمات خائنة، وفي أقل الحالات هو يهون من هذه التقارير ويعتبرها إذن حبر على ورق وليس لها وجود. إلى أي مدى مثل هذا الخطاب الرسمي يلقى أذانا صاغية في الشارع الجزائري سي حسين؟ أولا قبل أن أجيب على السؤال الأخير، أود الرجوع إلى التقرير الذي كشفه مجلس الشيوخ الأمريكي. نعم. والذي فضح فيه ما قامت به الحكومة الأمريكية. لذا تبقى أمريكا رغم ما يقال عنها دولة قانون ودولة ديمقراطية، وهي تكلمت عن استعمال التعذيب من طرف جهاز استخبارات المركزي الأمريكية CIA بالنسبة لغير الأمريكيين. هذه كما قلتم من أكبر الفضائح. إذا كان هؤلاء الذين يدعون أنهم يحرصون على أمن الجزائر وعلى مستقبل الجزائر في التسعينات قد مارسوا التعذيب ومارسوا التقتيل ومارسوا الإخفاء القسري، ذهبوا إلى أبعد من ذلك، ذهبوا إلى أبعد من ذلك، بل سمحوا للاستخبارات الأمريكية بأن تعذب جزائريين فوق التراب الجزائري بمباركة وبمعونة الديراس. الآن وصلنا إلى قمة الخيانة التي يرمون بها المعارضة، وصلنا إلى قمة العمالة. من العميل؟ من العميل الذي يفضح، الذي يترك ويعين، يترك يعين استخبارات أجنبية ويعطي لهم جميع الوسائل ليعذبوا جزائريين في وطنهم، أم الذي يحاول أن يفضح هذه الممارسات الشنيعة التي لا تليق بأي جزائري؟ مثل ما يقول العرب رمتني بدائها وانسلت. فهؤلاء الذين يتكلمون عن الخيانة هم أخوان، هم الخونة، وهم الذين باعوا الجزائر ولا زالوا يبيعونها، وربما سنرجع إلى موضوع من يبيع الجزائر. إذا نرجع حتى قبل ذلك، أذكر بشيء آخر. هذه منظمات أجنبية منذ الأحد ما قبل، منذ حوالي 15 يوما، قسنطيني في الإذاعة الجزائرية، هذا المقرب من رئاسة الجمهورية الذي يسبح بحمد ديراس ويسبح بحمد بوتفليقة ويسبح بحمد الفاسدين والفاسقين والمارقين، وش يقول؟ يقول هناك 55 ألف سجين جزائري، منهم 20 ألف سجن احتياطي. وش معناه؟ معنى أنها 20 ألف جزائري موجودة الآن تقبع في السجون بدون وجه حق، دون أن تحاكم. حديثا على السجن نعم الاحتياطي. نعم حديثا. نعم. حديثا يعني على السجن نعم الاحتياطي. أريد أن أشير نعم. سي حسين إلى قضية فعلا يعني كان ذكرها التقرير منذ قليل، وهي قضية ولدادة البلاغ نعم. العمر 40 سنة أو 41 سنة، الرجل بمجرد أنه صور من بيدهم، من هم مكلفون بحفظ الأمن، بحفظ أموال الجزائريين وبتوفير أمنهم، وهم الشرطة، يقومون بسرقة محلات المواطنين في غردية. حكم عليه بثلاث سنوات سجن. خالد بوسعيد ليس على السنتين سجن. وإنما ليس على، لا أنا سمعت أنه في السجن الاحتياطي حاليا، لا يزال يقبع منذ نعم. مارس الأخير في السجن نعم. الاحتياطي. نعم حكم عليه بسنتين سجنا، والبارحة رفض طلب الحرية المؤقتة لولدادة.
خالد بوسعيد من المنيعة وجماعته، هؤلاء فضحوا أيضا توقيف الدرك لبطالين قاموا يتظاهرون يطالبون بالعمل، فتم توقيفهم عن طريق الكلاشينكوف والعنف. فالفيديو عندما صوروا الفيديو ووضعوه على اليوتيوب قبض على خالد بوسعيد هو وجماعته، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وهو الآن في السجن، موجود في السجن منذ أكثر من عام ونصف. إذن الضعيف الجزائر مذنب حتى تثبت براءته، والسراق واللصوص والخوانة والعملاء هم وزراء ومسؤولون وينعمون بالأمن، وهم أصحاب الحق حتى تثبت إدانتهم ولن تثبت إدانتهم. سنأتي على ملف الفساد وملف، لكن هنا أتكلم عن حقوق الإنسان. نعم الفاسق المارد الفاسد السارق الذي ثبتت في حقه سرقات ونهب للمال العام لم يمضي ساعة واحدة في السجن، والذي قام بواجبه كمواطن ليفضح الانتهاكات، يفضح السراق الذين كانوا من 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 الشرطة، ويفضح الظالمين الذين كانوا من الدرك ورمى به في السجن. أين هي حقوق الإنسان في الجزائر؟ هناك جزائري وجزائري. هذا السؤال، أين حقوق الإنسان في الجزائر؟ أود أيضا أن أطرحه على ضيوف حصتنا لهذا المساء، من بينهم أم أمين التي ستحدثنا أيضا عن ملف المختطفين قصرا، وهو ملف أيضا حقوقي ثقيل جدا. نعد في الجزائر حوالي، حسب أرقام منظمات حقوقية، نعد أكثر من 20,000 مختطف لا تزال عوائلهم إلى اليوم تطالب النظام الجزائري بكشف الحقيقة عن مصيرهم. اليوم من قسنطينة 23,000 نعم اليوم من قسنطينة رفعت التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين خلال وقفة سلمية، رفعت شعار الحقيقة والعدالة هما السبيل الوحيد لطي ملف المختطفين. للاستفاضة في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يسعدنا إشراك السيدة أم أمين، أم لمختطف، التي تنضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر العاصمة. لا أدري إن كان قد تم ربط الاتصال. سيدتي تسمعيننا؟ نعم تسمعيننا سيدتي؟ نعم. وعليكم السلام سيدتي، فقط تسمعيني من الهاتف أم أمينة. نعم نحييك ونحيي كل عمال قناة العاصمة وحركة راشد، ونحيي الشعب الجزائري المحقور، ونحيي الضيف الكريم الأستاذ حسين، وسلام الحال عبد الله. بارك الله فيك سيدتي. أم أمين، حتى أطرح لك السؤال، بالنظر إلى ما قيل منذ قليل وما يقال عن حقوق الإنسان في الجزائر، هل سيدتي ما زال عندك الأمل في معرفة الحقيقة عن مصير ابنك أمين الله يذكره على خير؟ إن شاء الله هو والمؤمن. أنا عندي أمل، ولين يجوا رجال مخلصين كيف حالك وبحال السيد وبحال مربينا وبالقائمة الطويلة تاع الرجال المخلصين اللي يعرفوا حق الله بيعطانا حق، والنظام الفاسد المجرم القتال خطفنا ولادنا. نتحي عائلة المختطفين من كانوا، ونقول لك باللي في الجزائر ما كاش عدالة، ما كاش حقوق الإنسان. يا سيدي قسنطيني عيب وعار عليك يا وليد النظام، وكني نقولها لك عبر هذه القناة المحترمة، انت راك تفيزي ان بوست دومباسادور كيما دار سيد بارا. انا علو الشيطان وخافوا الله تعالى، ضربة ربي راهي واعرة. واليوم كنت متأسفة، انا عم بالي نسيب المعارضة اللي تقول انا معارضة منهم السيد مقري وكثرتها مسيو بنفليس كي كي اليبوك ان نوم ديتا، وكان محامي وكان وزير العاد ورئيس الحكومة. مسيو بنفليس وجدت في ملف المخطوفين، مسيو حمروش ماشي انت اللي جيت وقلت مسيو نزار اطوا دو جوي حسبتونا بلوطة تاع كرة القدم. انت مسيو جاب الله تعرفوا تهضروا في المغربية وتتكسروا عندهم. سيدة أم أمين، كنت تحدثت منذ قليل مع إذا ممثلة عن منظمة الكرامة، وأنت بالتأكيد تتابعين العمل الميداني وأيضا العمل على مستوى منظمات الدولية الذي تقوم به الكرامة لرفع ملفات
ملفات إذن عائلات المختطفين، وكنا قد استقبلنا أخيرا أنباء إذن عن إدانات تم إذن افتكاكها للنظام الجزائري في شأن ملفات عائلات المختطفين في الجزائر. هل مثل هذه الإدانات أم أمين تبشر خير؟ أنت على الأقل من منطلق من مكانك كأم مخطوف، هل تستبشرين خير بمثل هذه الإدانات؟ أنا راني عندي أمل كبير، لخاطر شوف يا الأخ محمد، كي رفدوا ولادنا ما كان عندنا حتى أمل. لا بروف كي جا رئيس زروان تم تندر حالة الطوارئ وعادوا يخطفوا ويرفدوا. دوك هاتي كي عندنا هذه القناة زوج نقدروا نهضروا، وعندنا المنظمة وعندنا الكرامة والناس وعندنا المحامين المخلصين جو دي بيان، لخاطر انا من اليوم انا كان من الافضل نشوف رابطه لحقوق الانسان، واحد فيهم ما تيوقفش معاه. خلينا في موضوعنا معليش ام امين. انا اليوم انا نطالب ونقول للحقوقيين لا المخلصين المحامين النزهاء، ونقول لهذا مسي التوفيق وجماعته ينعلوا الشيطان، يلفو ديجاجي ماشي يفو باكتير يفو ديجاجي، خاطر داروا بزاف الشر في الناس وما عندهمش باش يقابلوا، ما عليهم لا يعترفوا واش داروا يقولوهم ولادنا حيين يطلقوهم موتى يقولوا لنا عدمهم. كيف هذاك الفرنسي القاضي الفرنسي سمحوا له باش يجي يحل لي كون تاع لي موان؟ نعم تتحدث على القاضي تريفيديك، نعم في قضيه الرهبان الجزائريه. نعم هذاك قالوا في الاوتوريتي واحنا جزائريين في بلادنا تغلق عليا من كل جهه وتخليني نتخبى، وكندير المسيره كيف دني ما من عندها تاع صباح 8 تاع الليل في الكوميساريا وتقول لي ارهابي. شكون الارهابي؟ انتوما ولا احنا الارهابيين؟ انتوما اللي تعتدوا على حرمه الجزائريين بصفه عامه. ويزيد سمح لي الاخ مقرا يزيد في القناه تاعهم هو على كل حال الجزائريه هذاك الشروق اكسيتيرا يعيطوا لي جينيرو اللي كانوا يخدموا دوك راهم روتخات، كي كانوا يخدموا على ما قالوا يخطفوا الناس ويردوا، ودوك كي خرجوا قال لك انا معازم، وكي تعرضوا في الدقه وتقسموهم، تعرضوا في الاموال في الشارع، لا يكون تهربوا فيهم، انعلوا الشيطان، انعلوا الشيطان، وخلوا الناس من جهه يخدموا خادم تم، هذه في 18 نوار بوغ لالجيري، هذه اوميلوس اللي تسووا جايين في القرآن، يا قرآن التليفون، خاطر الله تعالى درنا كاع ملفات في دار الشعب. واش راكم تشارعوا؟ فين تشارعوا؟ هذاك وليد فوق الطايه ضربوا جوندار خرج حكيتي، وانا وليدي صغير مورا خطاتنا ديتوه ما كانش اليوم هذا. هذه عذابات الجزائر، هادو هما الاحزاب المعارضين، هادو اللي جحنوا المجرمه، هادو اللي جينا قتالين، هذا بوتفليقه سرع وخو سرع، خو اللي راه جاي بالوزير في بوفيري تاع مع واحد السعودي تاع الدخان، ولا يجي حاتم مثل الفد النتيجه تاع وليدي. والله يا الاخ يا الاخ المحترم، لا قلبي هذا وراني دخلت مقسم بينا، قلبي راه يسيل بالدم، ما عرفناش الفرق اللي ناخذوها ما يقدر الجنس اللي حقه سيدي ربي، ويزيد يقولوا لنا انتم عندكم يد خارجيه، هما لا هما النظام ديالنا، عاد البرلمانيين والاحزاب وبوتفليقه لي جينيرو، هما لا عندهم يد يهودي ولا هما، حنا عندنا يد خارجيه، حنا عندنا يد خارجيه المغربيه والعصر. سي دي جون اونيت سي دي زافيريان كوم نو راهم يقسموا في البحرين معانا، وانتوما اللي هود راهم يسيروا فيكم لا بروف، هاي انتوما راكم تساندوا في السيسي وتساندوا كاع في المجرمين. الاخ محمد ما يتمسخروش بينا، ما يزروش يهضروا لنا، لازم انا راني نقول ونعاود وما نكون يجي يدوني دوك من داري يفك لي هاد ولاد ما بوك لي داخ خلاص، انا نهار دي كارلي دي كارلي دي كارلي عندنا الناس الكفاءه ما لحقناش نعاودوا. شكرا جزيلا لك، شكرا وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك اجمعين ان شاء الله، وانت ايضا بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اذا كانت هذه صرخه ام امين ام لمختطف سي حسين جيده، اللي استمعت لها كما استمعنا لها جميعا، اشارت الى نقطه بالغه الاهميه التي تتكرر دائما، هذه اليد الخارجيه، هذا التدخل الاجنبي وما الى ذلك. كانت اشارت الى قضيه الرهبان تبحرين والقاضي تريفيديك قاضي التحقيق في هذه القضية، القاضي الفرنسي الذي مؤخرا إذا كان يأتي إلى الجزائر، سمح له أن يأتي إلى الجزائر للتحقيق في هذه القضية. بالموازاة قضية المختطفين كانت المفروض أنه الأمم المتحدة يعني تبتعث بعثة
مفروض أن يسمح أو وعدت هذه البعثة الحقوقية الأممية للتحقيق للمجيء إلى الجزائر، على الأقل زيارة أولية لمباشرة التحقيق بصفة ميدانية في قضايا الاختطاف القصري في الجزائر، ولكن رفض لها. خيرا سمعنا أنه رفض إذن لهذه البعثة المجيء إلى الجزائر والتحقيق. كيف تفسر هذا الكيل بمكيالين؟ كيف زي حسين؟ ليس كيلا بمكيالين. نعم. يا أخ محمد، هذا ثم يأتي ويتحدث. نعم. لك على اليد. هذا نظام باع الجزائر منذ 62، والآن بدأت تنكشف اللعبة. فقط تنكشف اللعبة. القاضي تريديفيك جاء يمثل دولة اسمها فرنسا، والرهبان الذين ماتوا هم مواطنون فرنسيون، فجاء يبحث عن حقيقة، عن حقيقة موت مواطنين فرنسيين في الجزائر. الجزائريون ليسوا مواطنين، لم يحصلوا بعد على مواطنتهم. المواطنة هي عبارة عن بطاقة تعريف رثة لا تتجاوز سنة وتتمزق، أو ورقة انتخاب مزور. أما باقي بين هذين الحادثين فلا مواطنة حق في الجزائر. وش هو المواطن؟ ما معنى المواطن؟ ما معنى المواطن عندما يمنع أم وأمهات وآباء وأرامل من هؤلاء أن يعرفوا شيء واحد، هل مات أم هو حي فقط؟ اعطيني جوابا حتى يمكنني أن أحزن أو لا. أين هم المواطنون؟ فلا بد أن يعرف الناس بأن النظام الجزائري لا يعتبر الجزائريين مواطنين، بل يعتبرهم رعايا وليس لهم الحق، ويعاملهم المعاملات السيئة. أما عن العمالة، لا بغينا نتكلموا الآن نعرفوا شكون اللي عامل. نعرفوا الآن شكون اللي عامل. نعم. ومن هو الفاسد، ومن هو الذي يخرب الجزائر، ومن الذي هو يهدم الجزائر، وكل شيء بالأدلة وليس بالكلام. وهذا هو المحور الذي كنا نود أن نختم به الحصة، لأن الوقت يداهمنا. محور إذن آخر من محاور حقوق الإنسان التي لا تقل أهمية عن المجال السياسي، وهو إذن المجال الاقتصادي والاجتماعي. لا يمكننا مشاهدينا الكرام الحديث عن الحق في العمل أو الحق في السكن أو الحق في الصحة وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة بدون الحديث عن الحق في حماية مقدرات البلاد من الفساد ومن النهب. نشير أن يوم أمس الموافق إذن للتاسع من ديسمبر كان أو صادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد. الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد دعت لكسر حاجز الصمت، ما وصفته بحاجز الصمت، صمت السلطات التي تخلت عن إحياء اليوم العالمي لمحاربة الفساد، بل أبعد من ذلك ذهبت إلى حد منع أي فعاليات تنظم على المستوى الوطني من أجل إحياء هذه إذن هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد. جلالي حجاج، طلعت من قليل سي حسين جيدل تصريحات لجلالي حجاج لأحد المصادر الصحفية، وهو رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، الذي ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر أن المحكمة العليا، وهنا أنقل العبارة بالنص، أصبحت مقبرة لملفات محاربة الفساد. ما تعليقك سي حسين؟ وأنت بالمناسبة واحد من ضحايا الفساد أو المفسدين، كنا قد غطينا قضيتك مع الوزير السابق شريف رحماني، وزير البيئة السابق شريف رحماني. إذن ما قاله السيد حجاج ما هو حقيقة، لكن لابد أن يعلم بأن الملفات التي قدمها المناضلون مثل أخ حجاج وغيره هي تتناول قضايا فساد ليست من العيار الثقيل. نحن رأينا قضايا فساد، قضية طريق السيار شرق غرب، نعم، قضية بيرسي سوناطراك، وقضايا السنسي لافالان، نعم، قضايا أتت على بيضة الجزائر وعلى أموال الجزائر. أنا فقط أريد أن أذكر بشيء آخر، ترانسبارنسي، وهي منظمة شفافية دولية في تقريرها لسنة 2013. نعم. طبعا الجزائر جات في المرتبة 100، نعم، في المرتبة 100، لكن هناك أدهى وأمر. نعم. تكلمت هذه المنظمة في تقريرها على أن الفساد قد اخترق الجيوش، ووضعت أربع مستويات للفساد. آخر مستوى
يسمى المستوى الحرج، وهو أخطر وأعلى درجة في الفساد. الجيش الجزائري يوجد وصنف من طرف هذه المنظمة في الخانة الحرجة، الجيش الذي يستهلك 12 مليار دولار سنويا ولا توجد آلية لمراقبته. هذا الجيش الذي يعجز عن حماية المواطنين في ورقلة، هذا الجيش الذي يغمض العينين، بل بعضهم يشارك في قمع المواطنين في غردايا وفي المنيعة وفي غيره. إذن الأمر لا يتعلق فقط بالشركات وبالمؤسسات الوطنية، بعمود هذا النظام الفاسد وهو الجيش، بجزء الأمن والعسكر. جيش فاسد، فاسد عاجز حتى عن حماية الجزائر، ورأينا حادث تيغنتورين، ثم بعدها بسنة حادثة التي وقعت بالحدود الليبية وتم الاستيلاء على كل معدات شركة تابعة لسوناتراك وغيرها. والآن النظام الجزائري أيضا، هذا الفساد الذي يطال الحدود الجزائرية والذي أصبح يهدد الكيان الجزائري. الفساد سيدي هو القاعدة في الجزائر، وأن الفاسد هو الوزير، هو الذي له الحق في الوصول إلى الوزارة، وأن الفاسد هو الذي له الحق في التمتع بجواز سفر دبلوماسي، وأن الفاسد هو الذي يحصل على الأموال، وهو الذي يستطيع أن يخرج أموال الجزائريين بكل أمان، بينما يرمى بولدادة في السجن، يرمى بخالد بوسعيد في السجن، يرمى بطارق معمري في السجن، يسجن الآخرون. فهذه حقوق الإنسان في الجزائر، الضعيف يقهر، والسارق واللص والذي يجب أن يحاسب ينعم بكل ما ينعم به غيرهم. نعم، من بين هؤلاء الذين تعرضوا إلى هذه التجاوزات والانتهاكات في حقوق الإنسان، يسعدني أن نستضيف هذا المساء السيد مراد تشيكو، وهو عضو النقابة المستقلة لمستخدمي الوظيف العمومي سناباب، وهو أيضا عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. أذكر أنه السيد مراد تشيكو كان قد عزل من منصبه في الحماية المدنية لأنه كان قد بلغ عن قضية فساد في مؤسسته. لا أدري إن كان قد تم ربط الاتصال مع السيد مراد تشيكو. سي مراد تسمعني؟ نعم، لا أدري إذا إن كان سي مراد يسمعني. سي مراد هل تسمعني؟ إذا في انتظار ربط الاتصال مع سي مراد. سي مراد هل تسمعني؟ سي مراد؟ إذا نرجع لك سي حسين. يقول إخوة تم ربط الاتصال. نعم تم ربط الاتصال. نعم، إذا في انتظار ربط الاتصال مع سي مراد تشيكو، نرجع لك سي حسين فيما يخص موضوع الفساد الذي أصبح إذا القاعدة، لدرجة أنه أنا طلعت على رقم مفزع حقيقة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي كان يستند أيضا على أرقام رسمية للجمارك، أرقام الإحصائيات الوطنية، أشار إلى أنه أكثر من 70% من المناصب، مناصب الشغل، أنت تعرف أنه مناصب الشغل هي في الأصل أو في الغالب مناصب عمومية، باعتبار أنه القطاع الخاص يعني ليس بذلك الحجم كما يدل عليه الوضع الاقتصادي للبلاد، أنه 70% من المناصب، مناصب العمل، إذا يتم التحصل عليها بما أصبح يعرف بالمعرفة. يعني هذا الفساد الذي هو بدايته كانت إذا على هذه على قمم الحكم في الجزائر، تحدثنا على الدارات، تحدثنا على الجناح الرئاسي، تحدثنا على ما أصبح يعرف بالأوليغارشي أو حكم الشكارة، أصحاب الشكارة، الآن أصبح مفهوم عم كل طبقات المجتمع للأسف. ألا المواطن الجزائري، الشعب الجزائري، الفرد الجزائري، ألا يقاسم هؤلاء المفسدين؟ ألا يقاسم هؤلاء المفسدين المسؤولية؟ يعني أنا وأنت وباقي إذن إخواننا الجزائريين، ألا نقاسم برضانا للوضع القائم ورضانا أنه واحد فينا يدفع الرشوة؟ ألا نشارك المسؤولية في ذلك؟ نحن مسؤولون، إذا وجد مرتشٍ فلا بد له من راشٍ.
إذا وجد مرتشين فلا بد له من الرشيد. الأدهى وأمر ليس العمل فقط، الناس الآن تحصل على جوازات سفر للحج بالرشوة، يريدون أن يذهبوا إلى الحج عن طريق الرشوة. الناس الآن يأتون للعمل، أئمة يرسلون إلى الخارج كفرنسا هنا، يأتون عن طريق الرشوة، ينطلق الرشوة الموجودة في وزارة الشؤون الدينية، لا يمكن أن نسكت عنها. الرائحة تفوح في كل مكان، في من المرادية إلى آخر مكان في الجزائر، والجزائري مسؤول، والجزائري هو الضحية. تحدث عن أئمة السي حسين، أنا صراحة منذ 6 أشهر كنت في الجزائر، نعم، بزيارة، وفي صلاة الجمعة، نعم، أحكي هذه للدلالة، جبت مثال أئمة، أسمع، وهذه للأمانة، أسمع إمام في صلاة الجمعة من منبره يدعو من باب فعل الخير، يدعو الجزائريين، يدعو المصلين، أن من له كما يسميه هو خيط في الإدارة أو خيط في، نعم، في مكان ما عمومي، أن ينفع به إخوانه. يعني الغاية تبرر الوسيلة. خوك يحتاج معرفة، خوك يحتاج خيط، فأنفع يعني إخوانك بهذه الوسيلة. يعني أصبح الإمام أيضا يعطي نوع من غطاش، أنا لا أعمم في هذا المجال، ولكن أن يصل مثل هذا الخطاب إلى مؤسسة بهذا الحجم اللي هي مؤسسة المسجد، نعم، عندما يعتلي المنبر يا أخي، عندما يعتلي المنبر داعي، أي ليس أهلا للخطابة ولا لقيادة الناس. ففي قمة الجزائر، في كل المستويات، لا يوجد شخص هو أهل للمكان الذي هو فيه. فالإمام كيف نفس الشيء، نفس الشيء، فلهم كل هؤلاء الأدعياء، لهم هذا الخطاب الفاسد الذي يفسدون به. فلا غرو، طبعا لا نعمم، ولكن عندما نبرر، نعم، عندما نبرر مثل هذه الأفعال، فلا أظن أن حتى أسمع أن نعم، هذا دين. حتى ممكن أظن أن الإخوة قد تمكنوا من ربط الاتصال بسي مراد تشيكو. نعم، هل تم ربط الاتصال بسي مراد؟ سي مراد تسمعني؟ سي مراد هل تسمعني؟ إذا أذكر سي مراد تشيكو، إذا عضو النقابة المستقلة لمستخدمي الوظيف العمومي، وهو أيضا عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد أيضا كان من تلك الأمثلة التي ذكرناها عن من تعرضوا لانتهاكات صارخة، رجل تعرض إلى، إذن كما ذكرنا، عزل عن منصبه بسبب ذكره أو فضحه أو كشفه لملف فساد مس الحماية المدنية أين كان يشتغل كموظف. أسعد إذن هذا المساء باستقباله معنا، حتى على الأقل يرفع صوت النقابات الجزائرية المستقلة منها، وأيضا معاشها إذن وكفاحها ونشاطها على مستوى الميدان. سي مراد تشيكو تسمعني؟ سي مراد تسمعني؟ نعم، ماني سمعتك. الحمد لله سي مراد. أولا قبل أن أباشر الحديث معك سي مراد، نعتذر، وهو اعتذار نكرره لمشاهدينا الكرام، كما يقول مثل المصري، اليد قصيرة والعين بصيرة، للأسف الإمكانيات جد متواضعة، لذا نطلب فعلا من الجزائريين والجزائريات دعمنا حتى نستمر في رفع أصوات الجزائريين، ونستمر إذن في إذن الذود عن مصالحهم وحقوقهم إن شاء الله. سي مراد تشيكو، مرحبا بك هذا المساء، أسعد باستضافتك معنا. شكرا، بارك الله فيك. و ما هو نصيب سي مراد تشيكو باعتبارك ناشط نقابي، ما هو نصيب النقابات المستقلة من تردي الوضع الحقوقي في الجزائر، أو على الأقل الوضع كما يصفه إذا ضيوفنا هنا في البلاتو هذا المساء؟ أولا تحياتي لقناة العصر و
الكرام داخل الجزائر وخارجه. بالنسبة لحقوق الإنسان فيما يخص الجانب النقابي الذي أنا أمثله، كارثية بأتم معنى الكلمة، كارثية من ناحية احترام وتطبيق القوانين، أو من ناحية قمع الحركات الاحتجاجية والتي هي مضمونة بالنسبة للتشريع الجزائري وبالنسبة للقانون، إلا أنه تصرف أو تدخل الحكومة الجزائرية في حل النزاعات دائما تلجأ إلى العنف وتلجأ إلى الفصل وتلجأ إلى التهديدات، رغم أن الجزائر يعني هي صادقت على كل اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهي ثمانية المعنية بحماية واحترام حقوق النقابات والنقابيين وفتح الحوار إلى غير ذلك، إلى أنه الحكومة الجزائرية تحترم الاتفاقيات الدولية خارج حدود الجزائر، أي تحترم الاتفاقيات على الورق فقط، أو عندما تمضيها أو عندما تقدم لها الوجه الخارجي لهذه المنظمات، لكن داخل الحدود الجزائرية فلا توجد لا اتفاقيات دولية ولا تشريع دولي. نحن بحثنا في كل التشريعات والقوانين فلم نجد أبدا حكومة تتصرف مثل الحكومة الجزائرية، إنها ذكية بالنسبة للعالم الخارجي، الحكومة الجزائرية ذكية بالنسبة للعالم الخارجي، أي دائما تبرز الوجه المشرق على أنها تفتح يدها للحوار وتفتح يدها لكل الشركاء الاجتماعيين إلى غير ذلك، لكن بمجرد دخولها أي داخل الحدود الجزائرية فهناك وجه آخر، تجد القمع، تجد التضليل، تجد التهديد، تجد كل أنواع التي هي تتحدث على أنها غير موجودة في الجزائر هي موجودة ونحن نعاني منها. أعطينا أمثلة سي مراد، أعطينا أمثلة مدى بيا أنه الأخ التقني يبرز صور التي تدلل على نشاطكم على المستوى الميداني حتى نعرف بها أكثر. رجاء أخي فيصل أن تعطيني صور الأخ مراد، مدى بيك تفضل الأخ مراد أعطيني أمثلة من هذا المعاش النقابي. نعم نعطيك أمثلة، وخير دليل مؤخرا جهاز العدالة بعد قيامه بإضراب، ماذا فعلت وزارة العدالة؟ وزارة العدالة التي من المفروض أنها هي من تحترم قوانين الجمهورية، لكن في الأصل هي الأولى من داست عليهم، أوقفت 27 موظف كلهم بطريقة غير قانونية، وأوقفتهم بطريقة يعني يندى لها الجبين، أي شفهيا فقط. تخيل معي 27 موظف موقوفون شفهيا منذ عامين بدون أي وثائق، ويأتي بعد سؤال أحد البرلمانيين يأتي وزير العدالة الجزائرية ويقول يعني لم يستطع حتى إجابة النائب، هو كان يتهرب من الإجابة مباشرة ويتحدث عن ثقافة القانون ولا بد من ترسيخها إلى غير ذلك، لكن لم يجب النائب فيما يخص عدم تسليم وثائق، هذا انتهاك صارخ عندما توقف أحد الموظفين بدون تسليمه أي وثيقة تثبت على توقيفه أو توقيف راتبه، هذا بالنسبة لقطاع العدالة. بالنسبة لقطاع الحماية المدنية أنا أقول لك أنه ملف موجود على مستوى المحكمة العليا منذ 2012 لحد اليوم، صحيح هناك مقبرة للملفات، هناك عدالة تستغل من طرف الإدارة لكسر كل النشطاء ولقمع كل النشطاء من يعني مزاولة نشاطهم. سي مراد أريد أن أقف عند جزئية تخص الإدارة وأربطها بقانون الجمعيات الأخير، لأن كل هذه حقائق قد تبدو تقنية ولكنها مشاكل ومعوقات ميدانية
تصطدم بها فعلا منظمات المجتمع المدني في نشاطها في الميدان. كنا قد اطلعنا مؤخرا أو في حديثنا مع الكثير من الناشطين أو المسؤولين عن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أنه قانون الجمعيات الأخير الذي يفرض على الجمعيات بطبيعة الحال عدم النزول إلى الميدان أو تنظيم المظاهرات وما إلى ذلك إلا بترخيص، وحينما تقدم هذه الأخيرة طلب بالترخيص يرفض هذا الترخيص، وفضلا عن رفضها لهذا الترخيص فهي لا تعطي ورقة قانونية ذات قيمة قانونية تدلل على أن الإدارة رفضت ترخيص لهذه المنظمات بالنشاط الميداني، لأن هذه المنظمات حتى تستطيع أن تقدم طلب طعن ضد الإدارة التي رفضت الترخيص لها يجب لها وثيقة تدلل على أن هذه الإدارة قد رفضت الترخيص لها، لذلك فهي الإدارة لا تعطي مثل هذه الورقة. أريد أن تعطينا السيمورات أمثلة من هذه الأمثلة التي قد تبدو بسيطة ولكنها فعلا معوقات حقيقية وعميقة لعملكم على الميدان. بالفعل هذه إحدى المعوقات وإحدى يعني المشاكل التقنية التي تبدو بسيطة في أصلها، ولكن هي تستطيع أن تعيق عمل جمعية بحجمها أو عمل نقابة بحجمها. وهذا أنت يعني أصبت مباشرة لما ذكرت بتقنية أنه ما تعطيكش حتى الجواب، حتى إذا أردت أن تعمل طعن ما تعطيكش الفرصة باش تعمل طعن. يعني هي في أصلها هي تعلم جيدا أنها مخطئة، لهذا هي تتفادى تسليم وثائق. أنا أضيف على كلامك، هل تعلم أنه بعض الوزارات يمنعون يعني مكاتبهم حتى تقشير على الملفات؟ عندما تروح الوزارة الداخلية مثلا وتوضع ملف طعن أو أي ملف أي وثيقة وتطلب منهم يأشروا لك، ما معنى التأشير؟ يعني أنه أنت بالفعل وضعت هذا الملف، يرفضوا على التأشير، يقول لك أترك الرسالة وروح. هذا كذلك وزارة العدالة، يقول لك أترك الرسالة وروح. هناك ولات على مستوى الولاية، ولات كذلك لما تعمل طعن أو تعمل طلب لقاء أو تعمل شكوى على سكن أو على لجنة أو جمعية أو حي أي طلب، يعني يقول لك أوضع الشكوى نتاعك وروح ما نعملكش. هذه إهانة للشعب، هذه إهانة للمواطن. ما يعطيكش حتى وصل أو ريسيبي سي باش يقول أنه هذا نعم. ما يعطيك حتى شيء، يعني بمجرد أنك توضع يعني ضاع الملف ولا الموظف أهمل عمله، يعني نعم كل شيء يضيع وبدون أي دليل. غدا تروح أنت تعمل شكوى يقول لك أعطيني الدليل باللي أعطيت الملف، ما كاش دليل باللي وضعت الملف. هذه من المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها. سي مراد فعلا وقت الحصة انتهى في ثواني، إذا كانت عندك رسالة توجهها في ثواني. فعلا سي مراد، أنا رسالتي إلى الحكومة الجزائرية أن المواطن الجزائري اليوم يعني الصبر نتاعه نفذ من المشاكل البيروقراطية ومن المعاناة اليومية، لابد من حلول عاجلة ومن يعني كل جهود كل المواطنين أنهم يتحدوا في مكافحة الفساد وفي الحلول العاجلة لكي شكراً. يعني يستطيع المواطن أن يتنفس. شكرا جزيلا لك سيمراتشيكو، إذن عضو النقابة المستقلة للدفاع لمستخدمي الوظيفة العمومي وأيضا عضو رابطة الجزائر للدفاع عن حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة، شكرا جزيلا لك. أخي التقني لو سمحت أعطينا صور الشرطة، مظاهرات الشرطة الأخيرة التي وصلت إلى حد أنها غزت قصر المرادية، وهنا سي حسين أود أن أتوقف معك عند هذه الصور. نعم. التي أريد أن أختم بها الحصة اليوم. هذه الشرطة، أفراد الشرطة، أفراد الأمن الذين كنا نراهم يقمعون المظاهرات للأسف والوقفات السلمية والاحتجاجات السلمية للمواطنين بداعي أن هذه الاحتجاجات أو هذه أو الخروج إلى الشارع هو عبارة عن شغب، هو عبارة عن مساس بإذن الأمن العام إلى آخره، نفس أفراد الشرطة يتظاهرون ويخرجون في مسيرات في التراب الوطني، وأكثر من ذلك يصلون إلى حد الدخول إلى القصر الرئاسي، اقتحام القصر الرئاسي، رمز أعلى لمؤسسات الدولة، ويتفاوضون مع من؟ مع رئيس الحكومة.
كيف تعلق عن ذلك؟ أولا أريد أن أقول فقط أنها ليست شرطة، أولا هي مكافحة، شرطة مكافحة شغب. والشرطة الأمن كله سواء كان شرطة أو درك أو مخابرات كلها زبانية وكلها آليات لقمع الجزائريين. أقول فقط أن هذه الشرطة، هذه الآلة تاع القمع، آلة القمع التي تقمع الجزائريين، كان لها الحق في أن تخرج وحتى تصل كما قلت للمرادية. الأخطر من هذا ليس الوصول للمرادية فقط. لحظة حسين، أعطينا فقط أخي تقني الصور، لأن الصور بالغة الأهمية لو سمحت. نعم تفضل سي حسين. نعم واصل. نعم أرى المرصد الوطني ولكن المرصد الجزائري. المرصد الجزائري عفوا. نعم. إذن أقول إن هذه الشرطة ليست لحماية المواطن وإنما لقمع المواطن. هذه آلية من آليات هذه يد النظام التي تقمع المواطن ولا تحمي المواطن إطلاقا. الأدهى والأمر في هذه القضية ليس فقط الوصول إلى الشرطة وكشف عجز النظام وكشف صراع الأجنحة، بل عندما قامت هذه الشرطة انسحبت من الأماكن العامة ومن السفارات الأجنبية. معنى ذلك أن الدولة الجزائرية خلال عدة عدة ساعات كانت دون حماية، وكان يمكن للسفارات الأجنبية أو للبنايات العامة أن تكون محل هجوم إرهابي. معنى ما كانش دولة. إذا كان شرطة تستطيع أن تتجاوز من الحميز حتى المرادية ولا يمكن اعتراض أن تعترض، وعندما يوصلوا المرادية ما يلقوش حتى من يحرس قصر المرادية، يعني الحرس الجمهوري الذي جاء فيما بعد. إذن المنطق وش هو؟ نريد أن نقول للناس المنطق هو القوة، وأن الشارع هو الذي يمكن أن يغير النظام. لذا نقول للشعب الجزائري إذا أردتم تحسين الأوضاع، إذا أردتم باش تكونوا مواطنين وباش يقولوا لكم يحسبوكم عباد ويحسبونا معكم عباد، ما عليكم إلا بالشارع. هذو الشرطة يعرفوا القمع وتعداوا وتجاوزوا الحدود ووصلوا حتى المرادية وضربوا هيبة الدولة الجزائرية، ما بقي من دولة الجزائرية أمام العالم كله. فما على الشعب إلا أن يقوم بنفس الشيء، مظاهرات سلمية، الخروج الشارع والتنديد بكل هذا النظام الفاسد، هذا النظام الحقار، هذا النظام الذي كل يوم يهين الجزائريين ويهين الجزائريات، هذا النظام الذي ليس له أي علاقة بالجزائر، ليس له أي علاقة بالجزائر، نظام حقار، نظام سراق، نظام فاسد. أشكرك على هذه المداخلة وعلى مشاركتك. إذن لنا هذه الأمسية، وقت الحصة انتهى للأسف. كان إذن مشاهدينا الكرام هذا الوضع، وضع حقوق الإنسان في الجزائر كما وصفه إذن كل من شارك في حصتنا لهذا المساء. نشكركم على حسن إذن الإصغاء والمتابعة، وإذن إلى حلقة قادمة من منبر الأحرار. والسلام عليكم ورحمة الله.